تكميل السبع يعني لو طاف ست أشواط ما يعتبر طاف حتى يكمل السابعة. لو طاف ستة ونص السابعة يوم وصل الركن اليماني قبل يصل الحجر الأسود قطع طوافه لم يكمل حتى يطوف سبعة أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر. قال وجعلوا البيت عن يساره كما يطوف الناس اليوم، البيت عن يسارك ما تطوف بالعكس.